ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة زي ما شفتوا العنوان هحكي لكم على تجربتي مع البروتين. بصوا، اللي ما عندوش خلق للرغي ما يتفرجش على الفيديو. لو عايزة تعرفي ايه اللي هقوله في الاخر، ما تعمليش بروتين، لكن اللي عنده خلق للرغي يسمعني، لان انا هرغي كتير وهحكي لكم كل التفاصيل من ساعة ما قررت اعمل العملة المهببة دي. يوم 1/10/2019 قررت ان انا اعمل بروتين. عايزه اقول لكم ان انا كان اي بنت بتدخل تسالني ميار ايه رايك في البروتين من قبل ما اعمله، من اصلا من قبل ما اعمله كنت بزعق لها، يعني مش بقول لها بلاش، بزعق لها بقول لها لا اوعي، ده بنتي مفيش حد عمله وقال حلو، ده كله اشتكى، ده كله مش عارف ايه، دي الدكاتره بتتكلم عنه زي الزفت، ده شوفي فيديوهات. وبقعد اشرح من قلبي لحد ما البنت يعني تقريبا بتندم ان هي تدخل سالتني اساسا على الموضوع ده. قوم ايه اكرر انا اعمله. انا الفتره دي اخر شهر 9 كده كانت نفسيتي مش ولا بد تقريبا، وكنت محبطه كده، معرفش يعني ما كنتش مبسوطه ومش عارفه ليه. احنا كبنات اول حاجه بتيجي في بالنا لما نبقى مكتئبين شعرنا، نقصه نحرقه، فعماله بقى تيجي في بالي فكره ان انا يقصه يعملوا بروتين. طب يا بنتي، ما انت عارفه ان البروتين وحش، هتعمليه ليه؟ لا هعمله بقى، اي رخامه وهعمله، انا عارفه انه بيبوظ الشعر بس هعمله. المهم جه يوم 1/10/2019 بالظبط، خلاص بقى هي لبست في دماغي وانا نايمه على السرير، اصلا الساعه يمكن 3 الفجر ولا حاجه، وبفر كده بقى بفر. طبعا انت وقت ما بتفكري ان انت عايزه تعملي حاجه بتلاقي الفيسبوك ما شاء الله عمال يجيب لك اعلانات كتير عن الحاجه دي، فبقى عمال صفحه ورا التانيه عمالين يزغللوا في عينيا، واللي تقول لك بقى البروتين بيعالج تساقط الشعر، بيعالج القشره، بيطول الشعر، بيعمل لك المش عارف ايه. يجي بقى للصفحه اللي بعدها، جماعه الناس بتضحك عليكم، البروتين مش بيعالج تساقط الشعر بس، هو مش بيوقع الشعر، البروتين مش بيعالج حاجه، هو بيديكي فرد ومش عارف ايه. وتحسي بقى ان هي ناس تقيه كده وصريحه معاكي ما شاء الله تقنعك يعني. خدت القرار بقى في ساعتها، ولقيت كده صفحه شكلها محترم، عليها بتاع مش عارفه 500,000 او 400,000 تقريبا حاجه كده على الفيسبوك، والريفيوهات بقى نازله ما شاء الله في الصفحه دي، ان البروتين يجنن، والناس عماله تشكر فيهم وفي الناس اللي عملت لهم، وحاجه يعني برضو ايه تريحك نفسيا كده. فقلت خلاص انا هتفق معاهم وهعمله يعني لا مفر. فبعت لهم ان انا عايزه اعمل بروتين، قالوا لي طول شعرك قد ايه، فبيبعتوا لي صوره كده على يعني ظهر واحده كده شعرها طويل جدا، وهم محددينه كده باطوال، يقولي لي انت قولي لنا طول شعرك قد ايه وخفيف ولا تقيل عشان نحدد لك كميه البروتين اللي هتحتاجيها. فانا كان طول شعري عند رقم 14، مش عارفه يعني انتوا شفتوا الصوره دي قبل كده ولا لا، ما علينا، وشعري خفيف. فقالوا لي هتحتاجي 200 مللي. 200 مللي بكام؟ ب 1000 جنيه. تمام اوكي، ولما المتخصصه هتيجي تعمله لك في البيت هتاخد 400 جنيه، فكده 1400. قلت لهم خلاص تمام. تاني يوم لقيت البروتين عندي، اللي هو يعني مفيش مفر برضو ان انا اهرب، والمتخصصة دي كلمتني واتفقنا على الميعاد، وجات لي يوم 3/10 كل ما افتكر ابقى عايزة اعيط. انا ساعتها شعري ما كانش بيقع، ما كانش اي حاجة، اللي متابع معايا كان هيشوف قبل كده فيديو كنت عاملاه عن الزيوت الهندي، قبلها كنت انا لسه برضع بلال وبتاع، وكان شعري بيقع في وقت الرضاعة، فعالجت التساقط كانت بالزيوت دي، وشعري بقى تمام وزي الفل ومفيش اي حاجه، شعري ما كانش بيقع. المهم جات لي عملته لي، بس وهي بتعمله لي هم بيبقوا حاطين الماده او البروتين كده على شعرك، وبعدين بتفضل تسرح شعرك والماده عليه، فالشعر بيبقى تقيل، انت حاطه حاجه كريميه كده تقيله عماله تحاولي تسرحي في الشعر، فطبيعي يعني في كام شعر هتقعوا، طبيعي جدا. فلقيتها بتقولي ايه وهي بتسرحه لي كده، خلي بالك عشان انت شعرك بيقع، مش قوي يعني على خفيف، بس الحقيب زيت ليندو او سبراي ليندو. قلت لها فعلا والله شعري بيقع؟ قالت لي اه خلي بالك، وبقى بتوريني على السن ده شعري اللي بيقع، لا حرفيا هو ده الشعر اللي بيقع من كحت اللي بنكحته في شعري وعليه ماده تقيله يعني، فده طبيعي. المهم انا ما اتكلمتش ساعتها، قلت لها خلاص تمام ان شاء الله يعني. المهم خلصت وشعري طبعا بقى حرير، لا بقى حرير بقى، هو مش حرير بشكل مبالغ فيه يعني في حاجه، هو كانك عاملاه بيبي ليس بالظبط، او كانك فرداه يعني بالمكوه، هو شكله كده بالظبط، بس الفكره ان انت بتفضلي كده على طول بتستحمي وبتطلعي شعرك بيفضل كده برضه. المهم طبعا انا شعري ولا بيقع ولا حاجه، فما جبتش ليندو ده ولا بتاعي يعني. المهم بعد اسبوعين بالظبط، اسبوعين بالظبط، لقيت شعري بيقع، وشعرك انت ساعتها بيبقى متسلك يعني، شعرك كله مفرود وحرير يعني، فما فيش اي كعبله ولا حاجه تخليكي تسرحي جامد مثلا عشان الشعر عشان كده بيقع يتقطع، لا انا تعملي كده الشعرايه بتطلع في ايديكي، بعمل كده بس وشعري متسلك يعني، بمسك حبه كده وبعمل كده بلاقي 7 8 9 شعرات كده في ايديا،
الموضوع كان مرعب. فبتريق كده بقول لطارق، طارق شعري بيقع بشكل فظيع. قال لي ميار انا ما كنتش عايزه اقول لك يعني، بس انتي شعرك في الشقه كلها. ومن هنا بدأت المشكله بقى، شعري بقى بيقع بشكل مبالغ فيه جدا، وانا قلت لكم في اول فيديو انا اصلا شعري خفيف فمش ناقص اساسا يعني، لو وقع حبه كمان انا عارفه انه هيبدا يبقى فيه فراغات. المهم ما سكتش، قلت له طارق ابوس ايدك انزل بسرعه هات لي ليندو سبراي ده. قعدت طبعا انا دورت على الفيسبوك شويه وكده، لقيت في ناس بتشكر فيه كتير، وفي ناس بيقولوا ان هو ما بيعملش حاجه، وفي ناس تانية بتريكومند حاجات تانية. المهم يعني ده اللي جه في بالي ساعتها، قلت له هات لي ليندو سبراي. للي مش عارف ليندو سبراي ده شكله هو ده، فانا جبته في ساعتها استخدمته. هو مكتوب عليه ان هو بيستخدم باين، انا مش فاكره كان هو مكتوب على علبه مش على الازازه، بس انا فاكره ان هو كان مكتوب عليه ان هو بيستخدم مره او مرتين يوميا، والبتاع ده بيزيت الشعر جدا. انا مش عارفه انتوا تعرفوا ولا لا، انا قلت قبل كده انا فروه راسي نفسها دهنيه بس بقيت شعري جاف، يعني انا الفروه بس اللي دهنيه، لكن لما عملت البروتين موضوع ان الفروه الدهنيه ده قل شويه، فلقيت ان السبراي ده بيزيت الشعر بطريقه مش طبيعيه. اصلا هو سبراي بس هو جواه زيت، فالمفروض انت بترشيه على فروه شعرك وبتعملي مساج شويه كده، ومفروض بيقولك مره او مرتين يوميا. فهو انا اكيد مش هحطه وهغسل شعري، لان انا مش هغسل شعري كل يوم ولا هغسل شعري مرتين في اليوم، فانت غصب عنك بتسيبيه. ما عجبنيش خالص وما قدرتش اكمل عليه، انا استخدمته يومين بس اصلا وما كملتش. تاني يوم على طول اقسم بالله العظيم بالصدفه البحته لقيت شيماء من جروب اويلك للزيوت الهنديه اللي هي كانت بعتالي زيوت قبل كده، لقيتها بتكلمني بتقولي ميار ازيك عامله ايه، انا في حاجات جديده عايزاكي تجربيها. فروحت قايله لها والله يا شيماء معلش انا شعري عملت له بروتين واصلا متدمر دلوقتي، وانا بحاول اشوف له حل وبتاع، فمش هعرف اجرب حاجه، لان هي كانت بعتالي حاجات قبل كده للتساقط بس، تقريبا الحاجات اللي كانت عايزه تبعتها لي بعد كده بقى حاجات بتطول مثلا بتاع، فهو انت ما ينفعش هتستخدمي حاجه بتطول وهو شعرك اساسا بيقع، يعني عالجي التساقط الاول. فانا قلت لها معلش مش هينفع وبتاع، وكمان انا كنت اعرف ان تقريبا مش كل البرودكتس بتنفع مع الشعر اللي معمول له بروتين، يعني انا كمان صح جبت الليندو ده لان المتخصصه دي هي اللي قالت لي عليه، فانا قلت هم مجربينه مع الناس اللي عامله شعرها بروتين ونافع يعني، فعشان كده جبت ده. فما كنتش اعرف اي نوع زيوت تانية او اي حاجه تانية هستخدمها هتمشي مع البروتين ولا لا. فقالت لي طيب بصي خلاص انا كده كده مش هعرف ابعت لك الحاجات اللي انا كنت عايزه ابعتها لك، بس هو في زيت واحد هو اللي هينفعك مع البروتين. الزيت اللي قالت لي عليه ده اللي هو ده اسمه بايوتيك، ده زيت هندي المفروض برضو ان هو اهو مكتوب عليه ان هو للتساقط او فور فولينج هير للشعر اللي بيقع. الزيت ده كله اعشاب، انا حتى دخلت عندها على الاكونت عشان اشوف هي بتبقى منزله البرودكت وكاتبه تحت مواصفاته وكده. الزيت ده كان مكتوب ان هو ينفع اكتر للناس اللي صبغه شعرها، اللي شعرها متدمر من الصبغه، من البروتين، من الكيراتين، الحاجات دي، فعشان كده هي رشحت لي ده. عايزه اقول لكم حاجه بس قبل ما اقول لكم انا حاليا بعالج شعري ازاي، انا والله العظيم الفيديو مش اعلان للزيوت الهندي او دي بقى عامله الفيديو ده عشان تتكلم عن الزيوت اللي جات لها، اقسم بالله ابدا. ده اولا. ثانيا زي ما قلت لكم شيماء كانت بعتالي قبل كده زيوت، فلو ما كانتش عملت نتيجه مثلا وانا كنت عملت الفيديو خلاص ما كنتش هوافق ان هي تبعت لي منتجات تانية، او ان انا احاول اعالج شعري بحاجات تانية هنديه مثلا، كنت هجرب اي حاجات تانية. بس انا عارفه عشان هم فعلا بيجيبوا نتيجه وانا جربت ده بنفسي، قلت لها يعني ابوس ايدك ابعتهولي لان انا فعلا بحاول اعمل اي حاجه عشان شعري يتعدل. تمام، فدي اول حاجه هي بعتتها لي. تاني حاجه كانت هي بعتها لي قبل كده للي شاف الفيديو القديم هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف، كانت بعتها لي الشامبو بتاع كيش كينج ده، وكان بعتلي منه العبوه الصغيره، وانا قلت في الفيديو اللي فات ان هو ما عجبنيش او انا ما حسيتهوش بينضف، ان انا كنت مثلا بغسل بيه شعري بعد ما بعمل حمام زيت فكان بحس ان شعري لسه مزيت شويه، خصوصا زي ما قلت لكم ان انا فروه راسي اصلا كانت دهنيه جدا. فدول اول حاجه بدات استخدمهم تاني، هي بعتتلي دي الكبيره قالت لي بقى يعني جربيه المره دي، لان هو الشعر اللي بيبقى معمول بروتين بينشف شويه، وده فعلا عندها حق هو ده اللي حصل لي، فممكن ينفع معاكي. لكن بقى الصفحة بتاعت بروتين اللي عملت لي شعري كانوا بيرشحوا ان انا استخدم الحاجات دي بتاعتهم اللي هي للشعر اللي معمول بروتين، يعني معرفش اسمه ارجان ديلوكس او ديلوكس، ده الشامبو وده حمام كريم، المفروض فيه بلسم وسيرم، بس انا جبت الاتنين دول بس. انا طبعا بطلت استخدمهم من ساعة ما لقيت شعري بيقع بالبشاعة دي، ورحت ركناهم وبدأت استخدم الحاجات بقى اللي بتعالج. معرفش والله دول ايه لازمتهم، يعني هما بيقولوا ده بيحافظ على البروتين اكتر وبتاع، بس انا عايز اقولك على حاجة، قالوا لي استخدمي دول بس عشان دول اللي هيخلوا البروتين يقعد معاكي فترة اطول.
انا تالت اسبوع ده اللي ما بقول لكم بدات الاحظ شعري بيقع وبتاع، انا ما كنتش بستخدم غير دول، وكنت ماشيه على التعليمات اللي هما قايلينها لي بحذافيرها. الجذور بدات تطلع في تالت اسبوع، الجذور بدات تبان فعلا في تالت اسبوع، اللي هو انتوا بتستعبطوا انتوا بتهرجوا والله. يعني انا مثلا دافعه 1500 جنيه عشان بعد شهر ولا حاجه ابدا مثلا اعيد بقى على الجذور دي بروتين تاني، ولا ابدا اعمله بالفرد تاني اللي هو بالبيبي ليس. يعني ما هو شكله وحش لما ابقى مقعده من هنا كده مثلا وبقيت شعري المفروض شكله زي الزفت. فركنتهم اصلا لان حسيت ان هم ما لهمش اي 30 لازمه. وبدات بقى اعمل حمام الزيت اللي هو بتاع بايوتيك، وبستخدم الشامبو بتاع كيش كينج، بس بتاع كيش كينج عشان يعجبني للامانه. هي شيماء كانت بتقول لي ان انا المفروض بحط شويه شامبو على مثلا كوبايه ميه، ما استخدمهوش هو مركز كده، فانا ما كنتش بعمل كده. ده اللي كنت بعمله الاول ما عجبنيش، انا بقيت بحط شويه شامبو على ربع كوبايه ميه. ما تزعليش مني يا شيمو، دي الحاجه الوحيده اللي خلتني احبه بصراحه، وحسيت فعلا ان هو بقى بينظف بجد، يعني بينظف جدا لما بقيت بحط عليه كميه ميه بس مش كوبايه. الشامبو ده برضو كله اعشاب، حتى هو ريحته اعشاب جدا. فالشامبو فعلا انا المره دي بقى حلو، لان انا شعري ما بقاش دهني قوي، وقللت كميه الميه اللي انا بخففه بيها. الزيت بقى برضو كنت بستخدمه مرتين في الاسبوع، والمره دي شيماء بعتت لي البرو كاب ده اللي انت المفروض بتعملي بيه حمام زيت. هقول لكم بقى ايه الغلط اللي انا وقعت فيه وخلى النتيجه عكسيه تماما، وشعري بقى بيقع بالزياده، وطلع العيب مش في الزيت، لان انا كنت ناويه ادخل اقول لها شيماء الزيت وقع لي شعري اكتر. المهم انت المفروض بتعملي ايه في الزيت ده؟ بتحطي منه مثلا حوالي 2 سنتي، او يعني مثلا معلقتين من معلقتين السكر اللي انت بتحطي بيهم سكر، معلقتين منهم بتحطيه في طبق صغير، والطبق الصغير ده بتحطيه في حمام ميه دافيه بحيث ان الزيت يفك شويه ويبقى دافي يعني على فروه شعرك. وبعدين بتبداي تقسمي شعرك وتحطيه على الفروه كلها، وتبداي تعملي مساج مثلا بتاع 5 دقايق 10 دقايق حسب ما تقدري يعني. المهم تفضلي تعملي مساجات كده في حركات دائرية على فروة الشعر كلها، وبعدين بتحطي البرو كاب ده، هو فيه مستويين 1 و2، هي قايلة لي ان انا اعمله على رقم 1 بس معلهوش، وبتفضلي حطاه نص ساعة. في خلال النص ساعة دي بتشغليه 5 دقايق وتدفيه 5 دقايق وهو على دماغك، تشغليه 5 دقايق وتدفيه 5 دقايق وهكذا. انا بقى كنت بعمل كده بالظبط، بس كنت بعد ما بشيل البرو كاب بدخل اغسل شعري على طول. دي حركه في منتهى الغباء، وانا مش عارفه ازاي ما فكرتش فيها اصلا. المهم انا فضلت اعمل كده اسبوعين، يعني 4 مرات استخدام للزيت، لقيت شعري عمال يقع اكتر اصلا، احي كنت مفجوعه جدا. المهم قلت اشوف الفيديو بتاعها، لان هي شيماء كانت عامله فيديو وشارحه فيه طريقه الاستخدام. ففتحت الفيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف، لقيتها بتحذر جدا من اوعوا تغسلوا شعركم بعد ما بتشيلوا البرو كاب على طول، لان صح بالمنطق يعني انت شعرك بيبقى المسام بتاعته كله مفتوحه، فانت تروحي داخله غسلاه فانت بتوقعي شعرك اكتر. المهم بعدها طبعا احترمت نفسي وبقيت بستخدمه صح بقى، اللي هو انا بقيت بعمل نفس الكلام بالظبط. وبعد نص ساعه اللي هي بالبرو كاب دي بتخلص. للي مش عارف البرو كاب، صحيح ده بيتحط كده على الراس وبيتحط في الكهرباء، ولما بتشغليه بيبدا كانك قاعده تحت بخار يعني او حاجه، بيبدا يدفي فروه الراس كده عشان الزيت، عشان مسامات شعرك يعني تفتح اكتر والزيت يدخل اكتر وشعرك يستفاد بيه. المهم بقيت بعد ما بخلص بقى النص ساعه بتاعت البرو كاب، المفروض بتقعدي بيه ساعه ونص ساعتين وبعدين تغسلي شعرك. طبعا في الساعه ونص ساعتين انت شعرك بيستفاد اكتر بالزيت، مسام شعرك بتقفل فشعرك ما يقعش اكتر وانت بتغسلي شعرك. طبعا ما لقيتش بقى نتيجه على طول، لان انا زي ما بقول لكم اصلا كان شعري بيقع اكتر لاني كنت بستخدمه غلط. فكل ده انا ما كنتش شفت لسه اي نتيجه. بعد الشهر ده اسبوعين منهم بستخدمه غلط واسبوعين بقيت بستخدمه صح، هي قالت لي اول بقى ما تلاقي الجذور بقت شعرك بدات تبان اكتر دخلي معايا زيت مغذيات. ده اللي هي كانت بعتهولي قبل كده. الزيت ده المره دي اثبت لي ان هو جبار جبار للامانه الشديده اكتر من بايوتيك، معرفش ليه، بس مغذيات مش طبيعي مش طبيعي بجد. ده اكتر حاجه قللت سكوت الشعر. بقيت بستخدم الاثنين دول بالتبادل. زيت مغذيات ده برضو مكتوب ان هو للتساقط، وهو ده مكتوب عليه بالعربي اعادة المتنامية ومكافحة فقدان الشعر، زيت ده باكستاني مش هندي. فبقيت بقى بستخدمهم بالتبادل، ده اسبوع وده اسبوع، وبرضو كل واحد فيهم مرتين في الاسبوع. والله العظيم والله العظيم المغذيات ده من تالت استخدام يعني بعد اسبوع ونص انا فعلا بدأت الاحظ قلة تساقط الشعر. انا عايز اقولكم على حاجة بس عشان ما بقاش بكذب، انا لحد دلوقتي شعري بيقع
بس مش بالمنظر بتاع الاول خالص. انا كده بقالي اهو شهرين شهرين واسبوع بستخدم الحاجات دي، ولسه في حاجات تانية هقول لكم عليها مش هنديه اصلا، حاجات انا شارياها عشان برضو احاول اظبط شعري. بعد شهر ونص كده يعني مثلا تقريبا في نص شهر 12 قلت معاهم حاجه تبقى مدعمه وحاجه انا عارفاها وضمناها ومجرباها قبل كده، رحت جايبه الفيتامين بتاعي اللي هو البايوتين، انا ده مجرباه قبل كده وبرده متكلمه عنه قبل كده، كنت بستخدمه برده في الوقت اللي برضع فيه بلال لان شعري كان بيقع. انا بقول لكم ان انا كنت بستخدمه ايام الرضاعه نفسها مش بعد ما خلصت رضاعه، فدي حاجه الدكاتره مش كلها بتتفق عليها، فانت قبل ما تجيبيه لو انت حامل او بترضعي لازم تستشيري الدكتور بتاعك او الدكتوره بتاعتك، ما تاخدوش من نفسك نهائي، لكن غير كده عادي. المهم رجعت اخد البايوتين تاني. انت بتاخدي قرص واحد بس مع وجبتك الاساسيه في اليوم، وده بيبقى فيه 100 حبايه او فيه 100 حبايه، هو كورس كامل يعني بيبقى 3 شهور كده، 3 شهور وشويه، وده نتيجته ما بتبانش على فكره الا يمكن بعد شهرين. وي انا فاكره لان انا المره اللي فاتت نتيجته بدات تبان، يمكن كنت خلاص قربت اخلص العلبه، انا المره دي جبته ب 320 جنيه. حاجه بقى كمان لاحظتها مع الوقت وانا مش عارفه بصراحه للامانه، يعني انا مش عارفه ده سبب البروتين ولا ايه، بس انا القشره زادت عندي بطريقه غبيه، بطريقه غبيه انا مش عارفه في ايه، لدرجه ان ما بقتش مثلا، انا اسفه يعني لو دي حاجه مقرفه، مش قشره مثلا كده بتبان في شعري ولا انا بطلعها بايديا كده وخلاص، لا دي بقت بتوجعني، بتوجع فروه راسي جدا، وبقى في حكه مش طبيعيه، وانا حاسه ان فروه راسي بقت كلها ملتهبه، لدرجه ان انا وقفت الشامبو بتاع كيش كينج ده ورجعت تاني استخدم الشامبو بتاعي اللي هو بتاع فارماسيرز ده اللي انا كنت جايباه ده للقشره والتساقط. انا الشامبو ده بحبه قوي بصراحه وعجبني، طبعا ده طبي، انا مش فاكره كنت جايباه بكام، كنت قايله لكم عليه برده قبل كده تقريبا ب 240 جنيه حاجه كده، هدى فروه راسي شويه والقشره بدات تهدى شويه، انا الاول بجد دماغي كانت بتوجعني منها. والشامبو بتاع فارماسيرز ده هتلاقوه برده في الصيدلات الكبيره، والبايوتين برده هتلاقوه في الصيدلات الكبيره بقى، خليل والعزبي واسامه الطيبي و19011 والحاجات دي. اخر حاجه جبتها اسبوع وشويه حاجه كده الزيت بتاع دكتور ميركلز، الزيت ده انا بسمع عنه العجب والله العظيم، تقريبا الناس بتتحاكى بيه اجانب بقى وعرب وكله. انتوا زي لو شايفين هو اصلا كان مالي اخره، انا يا دوبك استخدمت الحبه دول بس، فبرضو انا لسه معرفش نتيجته ايه. ده بيستخدم عادي ان انت تحطيه من غير غسيل، تحطيه بس على الفروه من غير غسل على فروه راسك، وبرضو تقعدي تعملي مساج كده 5 7 دقايق ولا حاجه، وتسيبيه وتستخدميه مرتين في اليوم. وده احلى حاجه فيه بقى ان هو، بصوا انا هوريكم، حطه بس كده على ايديا، اولا ريحته تجنن، ريحته عامله زي البونبوني، ثانيا هو زيت ناشف يعني، بصوا لو هوريكم انا عارفه اعمل كده عادي، لو هو زيت مدهن او كده ما كانش هيعمل كده، فهو زيت خفيف جدا وريحته تحفه بصراحه. ده اول طريقه استخدام. تاني طريقه بقى لو انت شعرك متدمر زي كده، اللي هو بقى تعمليه حمام زيت زي ما بنقول عادي برضو ان انت تحطيه بقى، بس هما قايلين في الطريقه التانية اللي هو لو حمام زيت ان انت بتحطيه على الفروه وعلى شعرك كله، لان هو المفروض بيقلل بقى الهيشان والتقصف وبينعم الشعر وبيقويه وحاجات كده، وانا سمعت يعني ان هو اصلا معمول للناس اللي عندها الثعلبه بقى عندهم بقى فعلا فراغات، فاعتقد عشان كده ان هو فعال جدا. انا لسه برضو في البدايه، وانا حاليا مش بستخدمه كحمام زيت عشان انا بعمل حمامات زيوت تانية، فانا دلوقتي بستخدمه اللي هو مرتين في اليوم على فروه شعري بس كده، فانا ان شاء الله لما ابطل الحمامات الزيوت اللي هي الهنديه دي هبدا استخدم بقى دكتور ميركلز ده كحمام زيت برضو عشان اقوي بقى بصيل شعري ويطول ويتقل، ويعني احاول يحصل له اي حاجه. ده انا كنت جايباه ب 280 جنيه من صفحه براند كوزماتكس، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع شيماء اللي هو جروب اويلك للزيوت الهنديه هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. وعلى فكره شيماء هي اللي انا جايبه منها الكريم بتاع خادي اللي هو بتاع الهالات السوداء. حاجه كمان الزيت ده اللي هو بتاع امامي اسمه 7 اويلز ان 1، الزيت ده كانت بعته لي لبلال اللي سالتني عنده كام سنه، فانا قلت لها ان هو خلاص داخل على 3 سنين، فهو ينفع تستخدميه للاطفال من اول 3 سنين. الزيت ريحته تحفه تحفه، في حاجات حلوه قوي، الالموند اللي هو اللوز، جوجوبا الامله، زيت زيتون، زيت جوز هند. شعر بلال بقى بيلمع بطريقه مش طبيعيه، بيلمع فعلا ملحوظ، لدرجه ان انا ماما اخدت بالها وما كانتش تعرف انا بستخدم له ايه، قالت لي انت حاطه ايه لبلال شعره جميل وبيلمع كده، فبجد بيخلي شعري فيه لمعه حلو قوي. طب خلي بالكم حطوا منه نقطه صغيره. فاللي انا عايزه اوريه لكم بقى ان انا لسه مصرحه شعري دلوقتي قبل ما اصور عشان اوريكم اللي انا هوريه لكم ده، وطبعا برضو شعري مش متكعبل، شعري سالك عادي جدا وما بقاش يقع زي الاول، بس ستيل بيقع، وعشان كده انا لسه مكمله على العلاج ده. دي كميه الشعر اللي وقع مني في تسريحه واحده، وحقيقي ده اقل 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 بكتير من قبل كده، دي كميه انا راضيه عنها تماما. ودلوقتي لما بقيت بمسك شعري نفسه واعمله كده ما بقاش ينزل 9 10 شعرات، بقى بينزل
3 4 ولا حاجه، فدي حاجه حلوه جدا. الخلاصه اللي انا عايزه اقولها، اياكي تعملي بروتين. اياكي تعملي بروتين. يعني انا عشان مثلا يوتيوبر مثلا ولا حاجه، فانا في زيوت اتبعتت لي، في حاجات ساعدتني ان انا اعالج شعري، لكن انا اللي جايبه البروتين، انا اللي جايبه زيت اللي هو ميركل، انا اللي جبت ليندو، انا اللي جبت شامبو بتاع فارماسيرز، وكل حاجه فيه 320 280 240. فشوفي انت عشان تصلحي الغلط اللي هتعمليه لما تعملي بروتين اللي انت دافعه فيه 1500، او حسب بقى طول شعرك يمكن تكوني دافعه اكتر كمان، شوفي انت هتعالجيه بقد ايه. انا الموضوع اذيني نفسيا والله العظيم، انا شعري اتدمر. فبجد بدل ما تصرفي قد كده على البروتين وتلاقي نفسك بتصرفي قدهم او اضعاف في علاجه عشان بس تخلي شعرك ما يقعش تاني، خدي المبلغ ده وهاتي بيه ماسكات للشعر، حمامات زيت، حمامات كريم، شامبوهات نظيفة، سيرم حلو. بس فدي تجربتي مع البروتين، ودي نصيحتي ليكو، اياكو تعملوا بروتين، اياكو تعملوا بروتين. اسوأ قرار اخدته في حياتي، مش السنة دي بس، بجد اوحش قرار اخدته في حياتي ان انا عملت بروتين ده. بس كده بنات، ده كان فيديو النهاردة. تاني انا اسفة لو الفيديو ملخبط كده، يا رب تكونوا بس فهمتوا انا قلت ايه، وهسيب لكم لينكات اي حاجة جبتها اونلاين تحت في صندوق الوصف. تعملوش بروتين. وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكوا اول ما انزل اي فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.